تعالوا نتكلم شويه عن فرقتنا بكره ان شاء الله. فريق الاهلي هيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش طبعا استعدادا للمباريات القادمه. الفتره اللي فاتت كانت مرهقه جدا للفريق ودي حاجه ما فيهاش اي مبالغه الحقيقه. تعالوا بقى نطمن على قفشه وعلى محمد هاني. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان نتيجه الاشعه اللي خضع لها محمد هاني اثبتت اصابته بشد في العضله الاماميه وان محمد هاني هيحتاج الى حوالي 3 اسابيع من اجل التعافي من الاصابه واعلان جاهزيته للعوده من جديد الى التدريبات الجماعيه. اكيد غيابه هيعمل فرق كبير ولكن ان شاء الله يعني في بقيه اللعيبه يعني الخير كله والبركه وان شاء الله يعوضوا غيابه ونتمنى له اكيد الشفاء العاجل. يعني خلينا بقى نفسر الكلام ده. احنا كده بنتكلم ان هو مش هيشارك في ماتش الترجي يا كريم طبعا. اللي هو يوم 18 يونيو القادم. يعني اكيد الف سلامه مره تانية على كابتن محمد هاني. من ناحيه تانية بقى خلينا نروح لمحمد مجدي قفشه. ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح كنا بنقول احنا منتظرين يعني نتيجه الاشعه وعمل الاشعه بالامس. كابتن سيد عبد الحفيظ بقى خليني اقول لحضراتكم قال ان نتيجه الاشعه اثبتت اصابته بالجزع في الرباط الداخلي للكاحل وبكده برده يعني النتيجه من ده ان قفشه هيغيب عن التدريبات لمده اسبوعين هيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي. مره ثانيه الف سلامه لقفشه وهاني وترجعوا لنا ان شاء الله بالف سلامه. احنا مش عايزين اي اصابات ثاني ولا عايزين نسمع يعني عن الحاجات دي. نكتفي بهذا القدر من الاصابات والغيابات الحقيقه. طيب